السلام عليكم، معاكم عمر الطاهر من سبيجليش. دي الحلقة رقم 1 من كورس البرونانسيشن او النطق، ودي سلسلة احنا بنتعلم فيها النطق الامريكان. ليه بنتعلمه؟ عشان حاجتين. اول حاجة عشان لما تيجي تسمع حد بيتكلم انجليش تقدر تفهمه، عشان كتير مش بنقدر نفهمهم او مش بنقدر نفهم افلام او كده بسبب ان احنا مش عارفين النطق بتاعهم. تاني حاجة عشان انت لما تيجي تتكلم تعرف انك انت تعبر بصورة صحيحة. ان ساعات بيحصل سوء تفاهم فالناس مش بتفهم ليه، عشان الكلمة دي هي ليها نطق مختلف، فلما بتقولها بنطق تاني ممكن الناس ما تفهمكش، او ممكن اللي قدامك لما يقولها انت عارف الكلمة بس انت ما تفهموش. ليه؟ عشان انت مش عارف النطق الصح بتاعها. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ننطق ال ان جي. الفيديو ان شاء الله هيبقى متقسم 4 اجزاء. الجزء الاول هنعرف فيه النطق الغلط او ايه النطق الشائع الغلط اللي احنا على طول بنقوله. تاني حاجه هنعرف النطق الصح فهتعرف الفرق ما بينهم. تالت حاجه هنعرف القاعده ازاي انطق بقى النطق الصح ده ازاي وامتى انطقه صح. رابع حاجه هنبدا ان احنا ناخد امثله كتير جدا عشان نبدا نعرف نطبقها ازاي في الارض الواقع. اول حاجه معانا، يلا نسمع النطق الغلط. doing listening teaching. doing listening teaching، ده كده النوت الغلط. تاني حاجة معانا نعرف النوت الصح. doing listening teaching. طيب القاعدة هنا سهلة وبسيطة جدا. باختصار لما تلاقي الان جي موجودة ما تنطقش الجي بشكل كامل، يعني انت ما تقولش ايه doing listening teaching. لا، احنا هننطق بس الايه، يعني ممكن يعني احنا مش هنشيل الجي خالص بس هناخدها خنفية كده في الاخر. ازاي؟ هنقول doing listening teaching. انا هنا يعني انا هنا ببساطة لما لقيت الان جي في الاخر ما نطقتش الجي بشكل كامل، يعني ما قلتش doing فانا ما نطقتهاش بشكل كامل، وفي نفس الوقت انا ما يعني ما قلتش دوين بس، لا انا قلت دوين، يعني عارف في خنفايه كده بس باخدها في الاخر وبس كده. هي دي يعني القاعده باختصار جدا. تعالوا ناخد بقى رابع خطوه معانا. تعالوا ناخد بعض الامثله عشان نبدا نثبت الموضوع ده اكتر. طيب شويه امثله كده على بعض الكلمات زي اللي احنا قلناهم: doing listening teaching going coming being going. فخلوا بالكوا بس باختصار، مش بقول going I'm going to prepare something، لا I'm going. تعالوا ناخد شوية أمثلة لكلمتين مع بعض. أول واحدة doing nothing مش doing nothing، لا doing nothing. تاني واحدة معانا something wrong مش بقول something wrong، لا something wrong. تالت مثال معانا looking young. رابع مثال wedding ring مش wedding ring، لا wedding ring. خامس مثال bring something يعني يحضر شيء، فهنا بقول bring something. سادس مثال feeling strong. تعالوا ناخد بقى بعض الامثله لبعض الجمل اللي معانا. اول مثال معانا don't bring the wrong rings to the wedding. هنا ببساطه انا بس ما بقولتش الجي اللي في الاخر بشكل كبير، ف don't bring the wrong rings to the wedding. تاني مثال معانا I love running, swimming and skiing. تالت مثال معانا he's looking young and feeling strong. رابع مثال معانا they sell everything and anything in that clothing store. دي كانت قاعدتنا كده ببساطة. هي قاعدة سهلة جدا بس لما بتيجي تتكلم فعلا هما مش بياكلوا مش بيقولوا الجي كده في شكل كامل في آخر، ففعلا هتساعدك في فهم الأجانب لما تيجي تسمعهم كتير جدا. دي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عندك أي سؤال اكتبهولي في الكومنتس وهرد عليك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا ليكم والسلام عليكم.